وداد المنيعي غتجاوبي على كاع الاسئله وما تقولي لا اه لا. مشينا مشينا لابس البلدي ضروري. هاد العام راك حاضره في رمضان ها جود ياها كاينه ظروف ماضي لا يموت. لا ايوا باردون نعاودو انت راه نبقى نعاود معاك حتى تكبري وغادا تخسر. ولكن باقي ما بديناش انت قولي غير اكسيون نبداو. قلنا لكم انا راه كندير لاكسيون ما كنقولوش صافي ما نعاودش نغلط سير. ولكن انا راه جاب لي الله بحال شاركتي في الماضي لا يموت. ما شاركتش في الماضي لا يموت. شاركت في الماضي لا يموت جوج. وعلاش ما شاركتيش في الماضي لا يموت هاد العام؟ ما كاينش هاد العام الماضي لا يموت. اه ما كاينش ما داروش. وحسبتي شحال من مره قلتي الماضي لا يموت ولا مازال ما عقتي؟ عفريت نتا يمكنش. انتي ماشي غير ممثله انتي مهندسه. مهندسه فاش؟ داكشي ديال تيليكوم 4G 5G كي جيتك؟ انا عندي موقف من الريزو في المغرب خلينا في التمثيل. غتخرج عليا انت يا راه شوف الماناجر ديالي راه المدير ديالي تيتفرج في هادشي. السي المدير ويدي راه دارت العاقه قالت لك بلاش من الاوغمونطاسيون والبريمات. اجي باقا ما درتيش السينما. ما كرهتش والله الا ان شاء الله علاش لا. ما تركزي شويه على الله وعسى. قلبتيني عاوتاني تعفريت. انا عبو طايطو شنو احسن فيلم ماشي مغربي تفرجتي فيه؟ ماشي مغربي اون سيري. سيري على الله هي ديغيغ لي باغ. اه ديال دوك العيالات اللي مشدودين في الحبس. ديال العيالات اللي في الحبس. سيري ماشي مغربيه كتعاود على عيالات مشدودين في الحبس. كاينه سيري مغربيه وحده اللي كتشبه ليها هي. هي كاينه ظروف داكشي علاش فرحت النهار اللي غبريت جبتي السيري اللي انت ممثله فيها في سؤال ما عندوش علاقه بها. ضروري فهمتي درت لك ديك هكا ونجيبها. اه حركه ذكيه. ولكن عطيني شي فيلم مغربي من غير كاينه ظروف. علي زاوة. يعني المكتوب ما داخلش في الحسابات ديالك كاع. بغيتي تجبد الصداع نتايا ولكن ما نجاوبكش. وي راه هذا هو الهدف من البرنامج اصلا. اه ولكن راه كتمثلي مزيان الصراحه صدمتيني في واحد اللقطه كتبكي فيها. اه هذيك تخيلت راسي انا اللي داخله. باينه باينه مقصحه. وي والله واللي تفرجت يقول بصح وداد دوزات الحبس. اه ما دوزتش الحبس. انا ما غنسولكش دابا فين غاده حيت انا حر ما بغيتش ولكن غنقول لك نوضي حيدي لي من هنا سير. سير على الله.